السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنامج تون موشن، برنامج تون موشن برنامج بيعمل ريندر، هو تبع شركة ايبك. شركة ايبك دي اللي عاملة برضو الانريل وعاملة العاب كتيرة جدا، يعني فهي شركة معروفة ومصروف فيها. طيب برنامج تون موشن هنبدأ ان احنا نحمله، فبتقول له داونلود اند تراي. هنلاقي ان في تلات نسخ عنده، في نسخة فري وفي نسخة بتبقى اديوكيشنال تعليمي وفي نسخة اللي هي البروفيشنال. فهتلاقي الفري هيديك تقريبا كل الامكانيات، وبرده الادوكيشنال كل الامكانيات، وطبعا الكوميرشال ب $500 في السنه. هنا الفري بيبقى الفول ريزوليوشن مش موجود، هو بيديك بس ال 2K، ودي بالنسبه لي معقوله. لكن لو انت سطبت الادوكيشنال لايسنس هيبقى عندك فول ريزوليوشن، لكن الفري والادوكيشنال مفروض ان هما ما يتعملش بيهم مشاريع كوميرشال. تمام، المشاريع الكوميرشال لازم تشتري لهم لايسنس اللي هي $500 في السنه، وبالمناسبه مبلغ يعني قليل بالنسبه لبقيه السوفت وير. طيب هتيجي تقول له بقى ان انا عايز اعمل داونلود، دوس على واحده فيهم هيبدا ان هو يحمله لك. طيب خلينا مثلا نقول له ديت، هو بيديك ملف صغير خالص بيبقى زي لانش، لازم تعمل لوج ان او ساين اب لو انت ما عندكش حساب. الملف ده لما تسطبه بيبدا ان هو يسطب لك التون موشن، او ويسطب لك كمان لو انت حابب الانري. طيب لما تيجي تقول له بقى ايه انا عايز اسطب، اهو تعالى هنا هتلاقي دي النسخ. طبعا انت المفروض بتركز على اعلى حاجه، زي مثلا انا عايز الادوكيشنال دوت، فهتبدا ان انت تسطبه او دوت. تمام، لو انت مسطبه قبل كده هيقول لك خلاص افصح على طول. لو جيت هنا هتلاقي ان انت ممكن تعمل ان انستول او فورتيفاي او سيتنج او كذا. فانت لو انت عايز تعمل ان انستول، لان انت مش هتلاقيه في الاد اند ريموف بتاع الكنترول بانل، هتلاقيه هنا لو انت عايز تحذف التون موشن. طيب انا هقول له دلوقتي افتح لي التون موشن، فهيبدا يفتحها لي. هنبدا نتعرف على الواجهه بتاعته والشكل بتاعه وكل حاجه. طيب انا عايز اخد الموديل مثلا من قلب الريفت، فبروح لحاجه اسمها داتا سميث، برضو بتلاف على الموقع بتسطبه عادي، وتقدر تصدر منه للملفات بتاعت الانريل، او تقدر تصدره للتوموشن. هتقول له انا عايز اصدر اهوت، او ممكن تصدر ملف دي اي اي، ده ممكن تسطبه من اكتر من حاجه. يعني لو انت عندك اليوم بيصدر دي اي، في ادانس كتيره بتسطبه عادي. طيب انا هحطه هنا على الداونلود الملف اهوت. تمام، واقول له سيف. طيب دي الواجهه بتاعه التون موشن اول ما فتح، فبتلاقي هوم، بتلاقي معلومات وريسورس واخبار وكل حاجه. هتلاقي تمبليت، دي ممكن تبدا الشغل بتاعك. ممكن مثلا انت عايز التون موشن ده مش عشان حاجات مباني وحاجات زي كده، لا ده انت عايزه عشان تحط المنتج بتاعك، فهو بيجهز لك كده ترابيزه حلوه، تحط المنتج وتبدا تشوفه من جميع الاتجاهات. ممكن انت تختار مثلا ديت، دي انسب حاجه تبدا منها، وتبدا تدخل المبنى اللي انت عايزه عليها. تمام، وفي ليرنينج لو انت حابب ان انت تتعلم، وهتلاقي دروس كتيرة للتون موشن على قناة بيم أرابيا. لكن الإصدارات الجديدة في 2023 الواجهة اختلفت، فعشان كده هنعمل زي نظرة سريعة على البرنامج. دي الواجهة، دي مساحة العمل. هتلاقي عندك هنا ان انت لو انت عايز تعمل اوربت هتدوس الشمال بالشكل دوت. تمام، البان تبدأ ان انت تقرب تعمل زوم، وعندك هنا الرايت كليك لو انت عايز تبص يمين وشمال. تمام، اهي الاختيارات موجوده. لما تحفظهم تقدر ان انت تيجي هنا على كلمه سيتنج وتقول له هايد نافيجيشن بانل، لكن في الاول ممكن تشوفها. في برضو حاجه كمان جدا في التون موشن، ان هو بيقول لك ايه، انت ممكن تكون جاي من خلفيه ريفت او من خلفيه انريل او من خلفيه 3 دي ماكس او بلندر، ايا يكن. ممكن تكون انت متعود على زرار معينه، فممكن تيجي هنا تقول له انا عايز 3 دي ماكس، يبدا يغير لك الزراير، يخلي لك اليمين. بص بتختلف هنا الحاجات حسب اللي انت عايزه. فيوجن 360 بقى باين مثلا بقى كذا، فانت لو انت حابب ان انت تختلف تقدر ان انت تغير زي ما انت عايز. وحتى اعمل تون موشن 2، في واحده الاديتور
تمام، وفي واحدة للبرزنتيشن لو انت بتعمل برزنتيشن، ومن 1 لـ 6 يبدأ يسرع لك الحركة بتاعتك. وعندنا الكيو والاي فوق وتحت زي ما احنا متعودين في الجيمز، وتقدر ان انت زي ما قلنا تخفيهم لو انت حابب. طيب عندنا هنا اللايبراري فيها حاجات كتيرة جدا اكتر من الاصدارات السابقة. فعندي هنا مثلا ماتيريال، لو انت حابب تعمل تحط ماتيريال مجرد ان انت دراج دروب هيبدأ يشتغل معاك عادي خالص، هنشرحها بالتفصيل يعني هناخد امثلة عملية كتير ان شاء الله. عندك هنا سيارات، عندك هنا يوزر لايبراري، في حاجات كتيرة جدا في التولز زي ان انت تقيس سكشن نوتس، كل الحاجات دي هناخد امثلة عليها ان شاء الله. طيب عندنا مثلا ايه تاني في الاوبجكت، تمام بدأ يدينا مثلا لو انت عايز حاجات سيتي، عايز حاجات ساوند، بدأ يزود الحاجات اللي كانت موجودة قبل كده. هو البرنامج ميزته الواجهة بتاعته سهلة جدا. هنا الستيتس دي بقى الاحصائيات، بحيث ان انت تشوف في كام فريم في الثانية، بيستهلك قد ايه من السي بي يو، الفايل لودنج تايم بياخد كام ثانية. طبعا الارقام دي هتختلف تماما اول ما نبدأ الشغل بتاعنا، تمام. تقدر تدخل على الكواليتي سيت اب فتقول له مثلا الشادو انا عايزه ايه لو مثلا، تمام مش عايزه دلوقتي يبقى واضح الايفكت وهكذا، فتقدر ده يخفف الشغل على الجهاز. ممكن تقول له انا عايز الاعدادات اللي هي اوتو او لو او ميديوم حسب الجهاز بتاعك، انت حسيت ان في مشاكل خلاص. طيب الاعدادات بتاعت الفي ار، وهنشوف الفي ار تقدر تشغله منين، تمام. تقدر تشوف الاعداد بتاعته بحيث ان انت تتحكم فيه زي ما انت عايز. وفي في ار دايناميك كواليتي او يوز في ار هيدسيت زي ما انت عايز. طيب هقول له دلوقتي كانسل. طيب انا عايز دلوقتي ادخل برضو ايه، لو جيت هنا هتلاقي عندك هنا الاعدادات بتاعت الشمس، فتلاقي سهلة جدا. بص ببساطة، تمام انت عايز الساعة كام، ابدأ يطلع وانزل، تغير الوقت في ثواني، تمام جميلة جدا. هنا بقى السرعة بتاعتك ممكن تبقى كأنك راكب بسكليتة او ووك او كأنك راكب عربية حسب الارقام من 1 لـ 6 اللي احنا اتكلمنا عليها. هنا بقى كأنك انت مثلا بتمشي، دي بتمشي درون كأنك انت طاير، فما بتدخل جوه الحوايط وهكذا. بص انت حتى تسمع خطوات المشي. وهتيجي هنا هتلاقي الفي ار، تبدا ان هو توصل نظاره الفي ار ويبدا ان هو يشتغل معاك. هنا الفيوز دي بقى حته جميله جدا مش موجوده في اغلب البرامج، اللي انا عايز ابص من توب من البوتوم والحاجات دي كلها، فهي دي كانت من ضمن الحاجات اللي في برامج كتيره من برامج 3 دي ما تبقاش موجوده فيها. هنا لو انت عايز ان انت ايه تقطع كلوي، تمام. لو انت عايز تدخل اي فيديو هتقول له امبورت، وتشوف بقى الفيديو اللي انت عايز تدخله. هنعمل فيديوهات عليه، انا اصلا في كذا حاجه عايز اعملها، هندخل كذا مشروع ونبدا ان احنا شغالين في متلاقوش يعني، تمام. الموضوع سهل وبسيط. الماتيريال لو انت ده هيجيب لك الماتيريال في المشروع اللي شغال دلوقتي، فهتلاقي فاضيه، لكن بعد الشغل هتلاقي بدات تظهر وتقدر ان انت تعمل تضيف زي ما انت عايز. دي بقى اداه بحيث ان انت تقدر مثلا عايز تضيف كميه مثلا من الزرع مثلا، تعمل توزيعات اهي، تمام. فهنتكلم برضو عنها بالتفصيل. الميديا، تمام. وتقدر تعمل سبورت بعد كده، بعد ما تقول مثلا عايز كل الصور وكل الفيديوهات تقدر تكليك عليها ويبدأ ان هو يصدرها لك. احنا كل ده بنتكلم بس في الواجهة بتاعت البرنامج. هنا بتلاقي اللقطات، فممكن تخفي حاجة معينة. لو احنا دخلنا مبنى تقدر تخفي المبنى وتظهره. تقدر تعمل سيبك من خلينا نتفل الاكسبورت دلوقتي والميديا، تمام. نيجي هنا هنلاقي المشهد اللي احنا فيه. البروبرتيز لو انت علمت على اي حاجه يبدا يجيب لك الخصائص بتاعتها. عندنا هنا الاكس والواي، ودي ليها ميزه برضه هنتكلم عنها، ان انت ممكن تحرك العناصر اللي انت تعملها سيلكت من هنا، تمام. يعني خلينا مثلا نقول له احنا عايزين مثلا نحط شجره دلوقتي كمثال، هختار مثلا الشجرة دي وابدأ ان انا اسحبها واحطها هنا كده. زي ما انت شايف انت تقدر تحرك الشجرة من هنا من الاجزاء ديت اهي،
او تقدر تيجي من هنا زي ما شفت انت، كل ما بتكتب حاجة بيختلف، فتقدر تيجي هنا وتكتب الرقم اللي انت عايزه. تمام، هي اتنقلت لمكان تاني. وزي ما انت شايف احنا لما بنعمل زوم او بنتحرك بتحس بصوت ايه، كان في حد ايه بيتمشى. تمام، وهنا الفيو سيتس خلينا في لف هنا. طيب احنا هنا عاملين خصائص البروبرتيز اهيت. تمام، فهنا بتلاقي مثلا في امكانيه ان انت تتحكم بش في الحجم. احنا كده مش بنتكلم في السايت، احنا بنتكلم في العمر، عندها كام قد ايه، مثلا كام شهر او كده. دي بيفرق ان الشكل بتاعها كله بيختلف، لسه مزروعه ولا بقالها كتير، فدي بتفرق كتير. وهنا المشهد ده في الصيف ولا في الشتاء ولا في الخريف، فتبدا الشجره تختلف بالشكل ده. وعندنا اهم حاجه بالنسبه لنا الاعدادات، فهتلاقي هنا اعدادات كتير جدا مع شغل نبدا نتعرف عليها، زي مثلا اليونت سيستم، التايم ستامب انت عايزها 24 ساعه ولا 12 اي ام وبي ام وحاجات زي كده، الجرافيك هاردوير هتشغل بقى دايركتس، الباست راسر، الجراس فيتنج عايزها يبقى نير ولا ميديوم ولا فير، الجيزمو اللي هو لما عملنا سيلكت كده فبدأ يجيب لنا المثلثات ديت بالشكل دوت، تحس تقدر تتحكم. فدي كلها اعدادات بتبقى قوية جدا مع الشغل، ان شاء الله هنبدأ نتعرف عليها. برضو ممكن تتحكم في الكواليتي اللي احنا جبناها من شوية، والابيرنس عايز تتحكم مثلا في السكيل بتاعها. وهنا هيخليك الموضوع كله يبقى ايه، تيجي من الشاشة بالشكل دوت. وعندنا الإداة ديت تقدر تعمل، تختار الماتيريال، أي ماتيريال مثلا عايزها في اللوحة وأنت مش عارفها، تبدأ إن أنت تعمل سيلكت فيجيب لك الماتيريال، وبعد كده أنت ممكن تعمل لها دوبليكيت أو تغير اللون، تغير الشكل، تحط صورة زي ما أنت عايز، بحيث إن أنت تقدر تتحكم في الماتيريال اللي في اللوحة. مش هطول عليكم كده، وإن شاء الله في الفيديوهات اللي جاية نبدأ ناخد مشروع حقيقي ونشتغل عليه إن شاء الله.